حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام وين ما كنتم، حلقه جديده نتواصل فيها معاكم خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت وتحديدا القناه الرياضيه الثالثه وبرنامج سبورت اكاديمي. هذا برنامج المختص بالعلوم الرياضيه والاكاديميه ومع اناس واشخاص مختصين في المجال الرياضي الاكاديمي. اليوم معي الاستاذ عبد الوهاب العدواني اختصاصي في فيسيولوجيا التمارين والعلوم الرياضيه ليحدثنا اكثر عن اهميه ممارسه الرياضه في فصل الصيف، وقتها متى أمارس الرياضة، كيفيتها خصوصا في فصل الصيف عندنا بالكويت يعني معروف شديد الحرارة، كذلك فيما يخص أجواء كورونا وجائحة كورونا اللي نسأل الله عز وجل أن يبعد هذا المرض عن العالم أجمع. قبل ما ندخل في موضوع اليوم باسمكم مشاهدينا رحب الأستاذ عبد الوهاب العدواني، حياك الله معي أستاذي، سعداء بهذا التواصل معك، تواصلنا في حلقات عديدة سابقة واليوم كذلك شرفنا في هذه الحلقة، فكل الشكر لك على قبولك الدعوة. أهلا وسهلا فيكم والله يحييك وشاكلك جدا على هذه الدعوة الكريمة، وإن شاء الله نقدر نفيد المشاهدين فيما يخص علوم الرياضة في فصل الصيف. بالعكس احنا نشكر لك قبولك الدعوة أستاذي. اليوم أستاذي بنتكلم عن الرياضة وفصل الصيف، عارف عندنا الصيف في الكويت أو في المنطقة بشكل عام شديد الحرارة، درجات عالية، يعني يتجنبون الكثير من الناس يعني ممارسة الرياضة في الخارج، الأغلب حاب أنه يكون من خلال نادي رياضي أو إندور. خلينا نتكلم عن أبرز الشروط اللي تنصح فيها للجميع للمجتمع بشكل عام لممارسة الرياضة أثناء فصل الصيف. طبعا مع الوهيب اليوم صحيح. اليوم كان يوم صحيح. حار جدا، نعم. فترة الصيف أو هي خلينا نقول حق الرياضة بشكل عام، نعم، الرياضة هي التزام، صحيح، صيف شتاء الجو حلو مو حلو نمط حياة، دائما هناك طريقة لأداء الرياضة صحيح. والمحافظة على أداء والالتزام في الرياضة صحيح. مو والله اليوم الجو حار ما راح أتمرن، اليوم الجو غبار ما راح، اليوم مطر برا ما راح أروح النادي، نعم. الأعذار مجهولة، دائما في طريق في مخرج صحيح. لأداء التمارين. الجو اليوم برا سيء ممكن تتمرن في البيت، اليوم الجو حلو تتمرن في النادي، اليوم الجو هم الوقت مناسب لأداء تمارين خارجية، هذا الوقت مناسب صحيح. فالحين نمسكها واحدة واحدة، في فصل الصيف دائما أنصح نصيحة لجميع المشاهدين، نعم. عدم اتباع الدراسات الخارجية، لأن الحين التعويل يصير على أغلب الدراسات تكون صادرة من أمريكا، من صحيح. أوروبا، من أي دولة يكون المناخ متغير صحيح. فهم يشوفون في الدراسات أن أنسب وقت لممارسة الرياضة في الصيف الساعة 10 صباحا مثلا إلى الساعة 12:00 صحيح، فيكون منطقيا انت تقول هذه الدراسه مثبته علميا وهذه النتائج وهذه نسبه الامان وهذه نسبه يعني قابليه اداء هذا التمرين في فصل الصيف خلال هذه الفتره. فدائما نوقف عند الفتره، نعم. هذه ناخذ معك فاصل، انا دائما اقاطعك لدي اشوف عندنا فاصل، ناخذ معك فاصل معكم مشاهدينا فاصل قصير ونكمل حوارنا مع الاستاذ عبد الوهاب العدواني اختصاصي في فيسيولوجيا تمارين وعلوم الرياضه واهميه الاوقات في ممارسه الرياضه اثناء فصل الصيف. من بعد الفاصل ان شاء الله نكمل معاكم الحوار. ورجعنا معكم مشاهدين من بعد الفاصل وحوارنا مع الاستاذ عبد الوهاب العدواني اختصاصي في فيسيولوجيا تمارين وعلوم الرياضه، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن اهميه الاوقات والشروط التي يجب اتباعها اثناء ممارسه الرياضه اثناء فصل الصيف. تكلمنا استاذي عن الوقت والدراسات اللي كنت تتكلم عنها لممارسه الرياضه اثناء فصل الصيف عندنا بالكويت. نعم، فحتى الشعب لازم يكون واعي، واعي يوم يشوف شخص في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي يعطي نصيحه مبنيه على دراسه فلانيه صحيح. ان انسب وقت لممارسه الرياضه هي فتره معينه، نعم. دائما نشوف موطن هذه الدراسة صحيح. موطن هذه الدراسة بالتأكيد. احنا هني الجو عندنا يعني المناخ مختلف تماما صحيح. هني لازم يكون في دراسات خاصة بالمنطقة على دولة الكويت صحيح. على الرياضة في ممارسة الرياضة في هذا المناخ، نعم. طبعا الحين خروح حق الزبدة عشان نقدر نفيد المشاهدين ايضا ان متى ممكن تمارس الرياضة في فصل الوقت الصيف المناسب، نعم. طبعا الاندور في النوادي عندك الوقت مفتوح صحيح،
طالما ان انت عندك اشتراك عندك نادي ممكن تروح له. طبعا ما شاء الله النوادي على يمينك ويسارك في الكويت. صحيح. سواء النوادي الرجاليه او النوادي النسائيه، انت مشترك في نادي الوقت ما يفرق، فيصير حاله حال اي وقت في السنه. في السنه صحيح. في السنه بغض النظر اذا كنت ان سيزون او اوف سيزون، فهذا كله ما يمنع. فان انت عندك نادي تروح له فالوقت ما يفرق. اللهم انك دوزن الوقت مع نمط حياتك، متى انت ممكن تكون بعز نشاطك توافقا. نعم. مع دوامك، مع عملك، مع الاعتناء في العائله. صحيح. فهذه تكون يعني ما لها شغل في. نعم. فتره الصيف. نعم. فتره الصيف المهم فيها الاودور الخارجي. صحيح. الخارجي فتره من الفجر الى الساعه 9 بالكثير. صباحا الساعة 8 أقصى حد، أنا أفضل أن يكون الساعة 8 صباحا أقصى حد. فمن فترة الفجر إلى الساعة 8 في الصباح هذه فترة مناسبة لممارسة الرياضة في الخارج. نعم. ثم بعد ذلك قبل الغروب، فترة مناسبة لممارسة الرياضة تكون يعني من الأربع وصاعد، من أربع ونص وصاعد، يعني أربع ونصها وانت رايح لحد ما ظلم الدنيا حتى ممكن تمارس الرياضة. طبعا الحمد لله عندنا منشآت وأماكن جيدة تكون فيها إنارة، تكون فيها السيفتي ما شاء الله الحمد لله موجود، فممكن تمارس الرياضة في فترة ما بعد غروب الشمس. فهذه الفترتين أنسب فترتين لأي شخص، سواء كان رياضي غير رياضي، كبير صغير مسن، لممارسة الرياضة في هذه الفترة في فصل الصيف. طيب أستاذ، خلينا نتكلم عن يعني الآثار الجانبية لممارسة الرياضة أثناء فصل الصيف. مثل ما ذكرت حضرتك الجو حار جدا عندنا، واحد طلع ومارس رياضة الحين ما اتبع الإرشادات اللي ذكرتها حضرتك، بأن الأنسب في مثلا من وقت الفجر إلى الساعة 8 آخر موعد، أو فترة الغروب قبل الغروب بساعة ساعتين. واحد ما أخذ بهالنصائح هذه، طلع وقت مثل ما نقول عز الظهر وطلع مارس رياضة، الآثار السلبية لهذا الأمر؟ طبعا أول شغلة اللي هي شائعة جدا ضربة الشمس. أقل ما فيها ضربة الشمس بأقل بنص ساعة، بنص ساعة، قلت مرات الساعة 11 الساعة 12، هذه مو لازم فترة طويلة بالكويت، يعني توصل درجة حرارة، انت طالع درجة حرارة 55 برا. صحيح. هذه فترة نص ساعة ضربة شمس، أحلى ضربة شمس راح تحوشك. هذا هذه شغلة أولى. نعم. الشغلة الثانية السوائل، الإلكترولايتس، السوائل راح يتم استنفاذها بشكل سريع جدا. فأنت راح تحس إن الوضع مو طبيعي. أنا الحين توني متمرن صار لي ربع ساعة برا، طلعت كل السوائل، قاعد أحس بدوخة، قاعد أحس بتعب، فلازم أعوض. فحتى إذا كنت أساساً قاعد يعني ماخذ وياك ماي، ماخذ وياك مشروب السوائل يكون فيه إلكترولايت، راح تستنفذها بشكل سريع وتحس إن الشغلة كلها مو راكبة. نعم. ما في توافق مع الإجراء، لأن أنت تكون متمرن من قبل. صحيح. فأنت فاهم الإجراء. صح. فتحس. صح. إن في شيء غلط. نعم. هذه شغلة ثانية. الشغلة الثالثة مع قوة الشمس عندنا بالكويت، لأن إحنا ما عندنا غيوم، يعني الدول الثانية يكون فيها غيوم، ما تكون الشمس بقوة بهذه الحدة. صحيح. فأنت مع التعرق ومع تكلس الأملاح على الجلد مع ضربة شمس ممكن تحوشك حروق، يعني الجلد راح يتعب، فممكن ترجع البيت تشوف طبقة. صحيح. التهاب. صحيح. على الجلد. فهذه ثلاث شغلات يعني راح تحوش الشخص اللي مارس الرياضة في وقت غلط في فترة الصيف راح يشوفها مباشرة. نتمنى أن الكل ياخذ بهذه النصائح. للأسف وصلنا معك إلى ختام حلقتنا اليوم، نتوجه لك بالشكر الأستاذ عبد الوهاب العدواني اختصاصي في فيسيولوجيا التمارين والعلوم الرياضية. شكرا لك أستاذي على تواجدك معي في حلقة اليوم، أسعدني وشرفني بالتأكيد. شاكر لكم جدا وهذه الساعة المباركة. شكرا لك أستاذي، شكرا لكم موصول مشاهدينا. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم من نصائح وأمور رياضية أكاديمية مع الأستاذ عبد الوهاب العدواني، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع رياضي جديد آخر. إلى ذلك الحين طبتم وإلى اللقاء.